الإبل حضارة. للإبل مكانة في حضارتنا العربية وفي حضارات بعض الأمم الأخرى حول العالم، وركيزة من ركائز التجارة قديما، بالإضافة إلى استخدام جلدها ووبرها لصناعة الأحذية والملابس والخيام. ثقافيا، ورد ذكر الإبل في القرآن والسنة في مواضع متعددة، وارتبطت بشعراء العرب وأدبائهم منذ العصر الجاهلي وحتى يومنا هذا. اجتماعيا، كانت الإبل تستخدم لزف العروس إلى بيت زوجها، وتعد الإبل فخرا لملاكها لأصالتها وجودة أنواعها وجمالها. سياسيا، تعد الإبل أحد ركائب الجيوش في الجزيرة العربية، فهي أحد أهم الوسائل في توحيد المملكة العربية السعودية، وتقدم الإبل هدية بين المملكة والدول الشقيقة لما تمثله من رمزية للحياة في الجزيرة العربية، وتمكينا للمحافظة على هذا الموروث وتعزيزه وربط الجيل الحاضر بتراثهم، تم إقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تحت شعار الإبل حضارة.